لذلك لو لخصنا المذاهب في المسألة كما ترون على اللوح، المعتزلة قالوا إرسال الرسل واجب عقلا، والماتريدية قالوا واجب عقلا كما ترون، نفس الكلمة لكن المعنى مختلف. المعتزلة لما قالوا واجب عقلا قصدوا واجب على الله تعالى بناء على التحسين والتقبيح، أن الله تعالى عندهم أصل أنه يجب على الله أن يفعل الحسن ويجب على الله أن يترك القبيح، يعني الله تعالى قبل أن يفعل ينظر فيعلم أنه هذا حسن، يعلم أنه هذا قبيح، فبناء على ذلك يفعل الحسن وجوبا ويفعل يترك القبيح وجوبا. فالمعتزلة قالوا الله تعالى ينظر، الآن ينظر هل أرسال الرسل حسن أو قبيح، هو يعلم أنه حسن فيجب عليه أن يفعله، فعدم إرسال الرسل مقدور لله تعالى عند المعتزلة، يعني يقدر الله على أن لا يرسل رسل، مقدور يبقى تحت القدرة، ولكنه لا يمكن أن يفعله، يعني عدم إرسال الرسل لا يمكن أن يقع منه، مع أنه في قدرته لكن لا يمكن أن يفعله. لماذا؟ لعلمه بقبحه. أما إرسال الرسل فيجب أن يفعله لعلمه بحسنه، فإذا هو واجب عقلا بمعنى واجب على الله عند المعتزلة، بناء على التحسين والتقبيح. نعم. وسمعا يعني أيضا النصوص الشرعية قالت إن الله أرسل الرسل. الماتريدية قالوا واجب عقلا ليس بمعنى التحسين والتقبيح وليس بمعنى الوجوب على الله، وإنما كما شرحنا قبل قليل بمعنى الوجوب من حكمة الله تعالى، الوجوب ناشئ من حكمة الله تعالى. لذلك بعض العلماء يقولون واجب من الله، ليس واجب على الله، واجب من الله، يعني هو من ذاته من صفاته أوجب ذلك، أن هذا الفعل في نفسه يمكن يفعله يمكن يتركه، إرسال الرسل يمكن يفعله يمكن يتركه، لكن صفات هذا الفاعل الله تعالى، صفات هذا الفاعل فيها حكمة، والحكمة تقتضي أن يفعل، فحكمة الله أوجبت ذلك، فوجوب من الله. نعم، يعني أوجب على نفسه بطريق الحكمة، يعني تقريبا هكذا، وإن كان العبارة الأخيرة ليست دقيقة، لكن واجب من الله. كما قلنا هذا معنى واجب عقلا عند الماتريدي، أنه جائز عقلا ولكنه واجب حكمة، لكن هل الحكمة هذه يعني يستطيع العقل أن يدركها قبل النص؟ نعم يستطيع، لذلك ألحقوها بواجب عقلا، واجب حكمة، هذا الوجوب من جهة الحكمة، هل يمكن عند الماتريدية للعقل أن يصل إليه، يعني الوجوب الناشئ عن الحكمة قبل أن يرد النص، هل يمكن نصل إليه؟ نعم يمكن، لذلك قالوا إذن نجعله في طرف الوجوب العقلي. نعم، طبعا واجب سمعا أيضا، يعني الله تعالى أخبر أنه أرسل الرسل. أما الأشاعرة فقالوا جائز عقلا وواجب سمعا، واجب سمعا متفق عند الأئمة عند الفرق الثلاثة كما ترون، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل، في القرآن الكريم آيات كثيرة أنه أرسل الرسل، فالكل يقول هذا الفعل واجب بالأدلة السمعية، لكن نحن الخلاف قبل أن تأتي الأدلة السمعية، قبل أن تأتي الأدلة النقلية، العقل إذا تفكر ماذا يحكم؟ فالمعتزلة قالوا واجب بالنظر إلى التحسين والتقبيح، يعني واجب على الله. الماتريدية قالوا واجب بالنظر إلى الحكمة، يعني واجب من الله. الأشاعرة قالوا جائز، يبقى على الاحتمال، يمكن أن يفعل يمكن أن يترك. لماذا الأشاعرة لم يقولوا بالقول المعتزلة؟ لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين أصلا، يقولون لا، العقل لا يحسن ولا يقبح. طيب لماذا الأشاعرة ما قالوا واجب حكمة كالماتريدية؟ لأن تعريف الحكمة مختلف، هذه مسألة مهمة، أن الماتريدية الحكمة عند الماتريدية هي أن الله تعالى يعلم عواقب الأمور فيراعيها،
الله تعالى إذا أراد أن يفعل ينظر في عواقب، في نتائج الأمور، فيراعي هذه النتائج. نعم. فالآن الله تعالى ينظر إذا أرسل الرسل ما هي النتيجة؟ كذا وكذا. إذا لا أرسل الرسل ما هي النتيجة؟ كذا وكذا. أيهما العاقبة الحميدة؟ إرسال الرسل له عاقبة محمودة، أما عدم إرسال الرسل ليس له عاقبة محمودة بالنظر إلى العباد. طبعا النتيجة الحسنة الجيدة بالنظر إلى العباد. فالله تعالى يعلم إرسال الرسل له عاقبة حميدة، عدم إرسال الرسل ليس له هذه العاقبة الحميدة. فالله يراعي العواقب فيقول إذن أنا أرسل الرسل. هذا الحكمة عند الماتريدية. أما الحكمة عند الأشاعرة فقالوا أن يفعل الملك في ملكه، هذه هي الحكمة، ما دمت تفعل في ملكك فأنت حكيم، ليس مراعاة عواقب الأمور. لذلك قالوا الآن إذا أرسل الله الرسل هذا الفعل أين يقع؟ في ملك الله، فهو حكمة. طيب إذا ما أرسل الله الرسل، هذا الفعل عدم إرسال الرسل أين يكون؟ في ملكه، فكلاهما حكمة. لذلك لا يقولون واجب حكمة، لأنه كلاهما حكمة، إرسال الرسل حكمة وعدم إرسال الرسل حكمة بمنظور الأشاعرة. نعم. فإذا إذا أرسل الرسل هو يفعل في ملكه فهو حكمة، إذا ما أرسل الرسل هو يفعل في ملكه فهو حكمة. لذلك إرسال الرسل حكمة وعدم إرسال الرسل حكمة، لذلك لا يمكن يقول أشاعرة واجب حكمة، لأنه ضده حكمة أيضا. نعم. أما الماتريدية قالوا لا، الحكمة هي مراعاة عواقب الأمور، فإذا أرسل الرسل له عاقبة حميدة فهو حكمة، عدم إرسال الرسل ليس له عاقبة حميدة فليس بحكمة، مع أنه يفعل في ملكه لكن ليس بحكمة. فلذلك يعني اختلف كلامهم. طبعا نفس هذا الخلاف يأتي في عدة مسائل، يعني نفهم هنا ونقيس بعد ذلك. يعني مسألة تعذيب المطيع، إنسان عبد الله ووحده وأطاعه ولم يعصه قط، هل يجوز أن يعذبه الله تعالى؟ عند المعتزلة مستحيل عقلا بمعنى التحسين والتقبيح، يعني يجب على الله أن يثيبه، مستحيل على الله أن يعاقبه لأنه قبيح. عند الماتريدية هذا مستحيل حكمة، أن يعذب الله من أطاعه ولم يعصه أبدا، أن يعذبه عذابا خالدا، هذا مستحيل حكمة، لأنه يعني كما قلنا عواقب الأمور، من أطاع وأنا أثيبه هذا له عاقبة جيدة، أما من أطاعني وأنا أعاقبه ليس له عاقبة جيدة. فلذلك قالوا مستحيل حكمة، يعني هو يجوز من حيث نفس الفعل، من حيث ذات الفعل يجوز، إله يفعل ما يشاء وهذا فعل مقدور لله، ممكن من الممكنات، لكن بالنظر إلى الحكمة لا يمكن الله يفعل هذا. عند الأشاعرة أن هذا العبد المطيع العابد لله هو ملك الله، فإذا أثابه هو يفعل في ملكه، إذا عاقبه هو يفعل في ملكه، فكلاهما حكمة، لذلك قالوا جائز عقلا. لكن شرعا طبعا الكل متفق أن الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لن يعاقبهم، وإن الله لا يخلف الميعاد. شرعا اتفقوا المذاهب الثلاثة أن الله لا يعذب من أطاعه، يعني لا يعذبه عذابا خالدا، ممكن يعذبه على قدر معصية فقط وهكذا. فهذه المسألة أقصد تأتي في مسائل كثيرة، فكلها على نفس القياس. نعم.